الوادي الجديد نذهب لزميلتنا آية رفاعي في محافظة سوهاج. آية، بعد التحية صورة كاملة لديك، تفضلي. اهلا بك حور، واهلا بالساده المشاهدين من هنا من محافظه سوهاج، وبالتحديد من داخل احدى محطات الوقود التي قام محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح نور الدين بزيارتها ضمن جولته التفقديه لزياره عدد من محطات الوقود وعدد من مواقف السيارات لمتابعه حركه المرور بنفسه وللتاكد من الالتزام بالتسعيره الجديده. الجدير بذكر ان المحافظ ونائب المحافظ ووكيل وزاره التموين وعدد من مسؤولي المحافظه قاموا باجتماع صباح اليوم بمجرد يعني التسعيره الجديده او وصول تسعيره جديده للتشاور مع وضع تسعيره جديده للمركبات المختلفه. هذا الاجتماع ايضا قام فيه المحافظ بحث ممثلي وزاره التموين في مختلف المخابز في مختلف القرى والمدن على متابعه المخابز لعدم استغلال المواطنين، وايضا قام بحث رؤساء المدن لمتابعه مواقف السيارات للتاكد من عدم زياده التعريفه عن المعتاد او عن المتفق عليها من قبل سائقي السيارات. يعني لا تزال جولات المحافظ مستمره حتى هذه اللحظه التي نتحدث فيها الان حور. ايضا الجدير بالذكر ان غرفه عمليات المحافظه لم تتلقى حتى الان اي شكاوى من جانب المواطنين على التسعيره الجديده. كانت هذه الصوره لدينا هنا من محافظه سوهاج ومن داخل احدى محطات الوقود. عوده لك حور. انا بشكرك، شكرا جزيلا. الزميله ايه رفاعي مراسله اكسترا نيوز كنت معنا من محافظه سوهاج.